ouais. Ok. السلام عليكم محمد امين AKA مادو ام سي. غبت 6 شهور على الكونسوماسيون تاع الزيت اللي يقولوهم اللي هي على الاخر من نوعها في تونس. انا شديت انا وزي الكاز ومينو اللي هو مازالوا تو خموا فيها مع الاخر ما فهمتش علاش روحنا احنا وما روحوش هما وانا برك انا واحد منهم دونك بون بعد قالوا لي هيا على خاطر انا ايتيديون هما ماهمش ايتيديونات قعدت ولدي كانز وقعدت امينو وقعدت سول دراما وقعدت في صاحبنا اخر رابع دونك روحنا 5 ايتيديونات وقعدوا هما الاربعة ان شاء الله على قريب نشوفوهم ان شاء الله على قريب يروحوا خاطر عملنا برشا بروجرامات نتاع مرويحة مع بعضنا وبرشا موسيقى مع بعضنا وعلى فكرة فما برشا جديد من عند الاولاد دونك ميسالش استناو 6 شهور دونك يزيدو يستناو شهرين ولا شهر ونص باش يشوفوا برشا جديد نتاع ولدي كانز ومينو فوالا عندنا 6 شهور نورمالمون عام فهمت اما عندنا 6 شهور كمان واحد فهم برشا حكايات 6 شهور مش شوية في بلاصة مسكرة كسرت لنا برشا حاجات في الديكولاج بتاع 3 ربرات ديجا في الديكولاج يعني بتاع سيء واحد بدا يخدم وبدا كليبات وبدا يعمل في اسم بقدر باهي مش اسم تصفيق ولا 20,000 واحد على الفيسبوك يعني مش هذاك الاسم فينا نتوشيو في حاجات اخرين جمله ديجا مينو اخر مره فيستيفال دو رير كونسير انا قبلها هي ديجا خرجت كليب واول كليب راب في تونس يتعدى في شان فرنساويه دونك ديجا تعدينا سي ديباسينا الحكايات نتاع تونس وديباسينا حكايه فيسبوك وديباسينا فهمت دونك فوالا اكسبيريونس شنو باش نقول لكم انا اكسبيريونس نجم تقولها في امريكا خاطر يقول لك الرابر فما برشا فيكو باش يولي يحكي عليه يصير من الحبس لا خاطر تنجم تكون رابر كاسح على الاخر وماكش معدي حبس خاطر تنجم تكون كيف باش نقول لك تعرف برشا حكايات من غير ما مش لازم تمسهم ولا مش لازم تتحرق بهم فهمت اما لاباس ميسالش ديما لاباس عدينا حبس لعبك تحبنا على الاخر ديجا معروفين بقدرنا في مباشرة في بالنا أول ما مشينا في بالنا احنا بركة مانيش متاع حبس معناها كيفاش احنا مشينا لحبس معناها فهمتنا نعرفوا احنا اللي احنا نضاف نعرفوا احنا اللي احنا مانيش متاع حكاية هذو أما كمان وصلنا لقينا برشا عبيد كيف مشيت في العرس برشا 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 معناها سورتو بعد الثورة أنا يعني مش قبل الثورة عبيد مشيت في العرس كانوا قبل زواولة اللي على الاخر يمشي العبس توا زواولة واللي مش زواولة والبوها على خوف فهمت شنايا دونك فوالا روحت فما برشا جديد برشا جديد اللي كسير الولاد هذا شطر فرحة على خاطر كما قلت لك 5 وحنا و4 ديجا اصحاب على الاخر انا واحد من الناس اصحاب مع الشله اللي منا خاطر هو ديجا ودي كاز ومينو سولدراما ما يعرفوش الباقي على باس دونك صحابي من هنا وصحابي من زوز معنا شلتين نتاعي شله نتاع الموسيقى وشله نتاع الدنيا زوز في الحبس لقيت روحي مش كانوا معنا نحكي دونك راحوا صحابي اللي في الدنيا وقعدوا نتاع الموسيقى انا نورمالمون باش نكمل نعدي معاهم اللي عديوا فيه هما يعني نورمالمون كل جمعه باش نولي نمشي باش نحاول ندخل نشوفهم ماشي ياسر ساهله الحكايه باش نقعد نحكي عليهم وباش نقعد نستناهم زاد في البروجيات معناها فهمت شنو دونك كلمة نستناهم هما كلمة لهم هما ان شاء الله ربي معاهم ان شاء الله ربي يخلص حالهم في اقرب وقت خاطر راهم البلاصة هذيك التعب معناها مورالمون ماهيش فيزيكمون في البدن ما نتعبوش ديجا نوم تخرج الدور عنا افونتاج اللي احنا نخرج ندورو بيسك لا سمينا بيسك الدور دي في دي تلفزة درشنا موسيقى جابنا بيه اما كمان مورالمون تتعب معناها تشوف في داركم قاعدين يتعبوا تشوف في مانيش كونتر عبيد تتكيف زطلة في تونس راهو برشو لا يوم عليها وماهيش غلطة بالنسبة لي أنا أما
نجم تحاسب عليها، عندك الحق تحاسب عليها على خاطرها كيف ما قلتوا قالوا هما ايكونومي ودعشنية وتعب البلاد وتعب به، اما لو عام برشا حبس لو في انجلتير لو قاضي باش يوصل يحكم عليك لازم يعدي 6 شهور حبس باش يعرف مين قاعد يبعث فيك. انا انت كي تبعتني بعام حبس ماكش عارف انا مش عارف فين بعث يبي يسالش عم حبس يعطيني عم حبس يعطيني الدبوزة معبية بالأمراض اللي العبيد قاعدة تمرض بيهم في الحبس، فما أمراض رم إقال العام حبس فهمت شنايا. دونك كيف ما قلت مانيش كونتر عبيد تتكيف وكونتر عبيد تتكيف الزوز مع بعضهم، مازال داخلة بعضها البلاد، مازال داخلة بعضها الحكاية جملة، ومازال داخل بعض القانون. توا قالوا برك وقف التحليل، لا ما وقفش تحليل راهو عادي كي تشمتوا بيك راهو حتى ما يشدوكش بالمحجوز، راهو نجموا يعديوك بالمحجوز، نجموا يحطوا لك شنطة تتعدى بها سهلة على الآخر معناها العباد الكل لازمها ترد بها على أرواحها. ليش باش نقول العباد بطلوا زاد خاطر باش يضحكوا عليا فهمت. أما أنا واحد من الناس بعيد توا برلومو مو بعيد، ما نعرفش على روحي غدو، أما برلومو مو بعيد مانيش باش نمسح شيء، وإن شاء الله على قريب خروج من تونس بقدرة ربي وبعدها تربي عند بنتها.